لا فري بياس ديزونتيتي تاعو واش هي؟ حنا شكون؟ حنا اتراك عثمانيين، الله حنا عرب، الله حنا امازيغ، الله حنا كيما يقولوا لي زافريكان نو سوم لي باطار دي كولون باسكو بيض في لافريك. فوق نعرفوا حنا شكون. التاريخ قال لنا شكون حنا، ولا ديان قالت لنا شكون حنا، حتى الحجره اللي في الارض قالت لنا شكون حنا. دونك لازم نحلوا ودنينا عينينا ونحركوا مخاخنا، نعرفوا شكون حنا. مادام ما زلنا في عقليه حنا عرب، والله لا تشوفوا التطور حتى يبعث الله الارض ومن عليها. طب كو هذه اللي اسمها لالجيري اكطويلمون سو كونسيدير كوم عرب، elle ne verra jamais l'indépendance et elle ne verra jamais la prospérité et elle ne verra jamais 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 يعني حتى الاخره une once de développement وقيه تاع التطور ما تشوفهاش. نهار الشعب الجزائري يقول انا امازيغي، انا في الامه الامازيغيه انا نوميدي، والدين نتاعي شغلي. عامه احنا مسلمين على العموم 99% مسلمين، فينا شويه مسيحيين، فينا شويه يهود، وفينا شويه ناس تحوس على دينها اصلا. المهم عموم الامازيغ حاليا مسلمين، كانوا يعني يطبقوا ريغوريست ولا ما يطبقوش، المهم مسلمين. كي تهضر معاه يقول لك شي مسلم، بصح لازم نرجعوا للاصل نتاعنا، سينو والله لا تشوفوا التطور. كذلك لازم الناس في لو سوفت باور سي كوا سي كو انا نتعلم وحدي. الشعب يولي اوتوديتاكت، يولي عصامي. اوتوديتاكت بالعربيه عصامي يعني نقرا وحدي، نلقى كارت في الارض نقراه، ارتيكل في التليفون ناس كل بكون نحبوا تيك توك نضحكوا نبلاغيو، ما نكثرش منه. كاين حوايج في الانترنت خير من تيك توك، كاين دي تروك هيستوريك ديستوار، كاين دي تروك تاع سيانتيفيك، كاين دي تروك ايكونوميك. كاين هنا في الخارج بار اكزومبل في فرنسا ولا في الانجليز ولا ان بو بارتو، ميم في دول اللي يهضروا بناطقه باللغه العربيه كاينين ناس يتحركوا ثقافيا يديروا في حوايج يجبدوا الماء. مام تشوفوا الكذب وتشوفوا الصح حداه، ديما ديما الانسان يقدر يفرق، لانه النضال السياسي حاليا في الجزائر بون اللي قادر عليه بصح يديروها ماشي شغلي هذا، مي كي تلقى القوم اللي يقبلوا المفهوم السياسي للنضال ويقبلوا الثوره السياسيه ويقبلوا النضال السياسي، مرحبا بالنضال السياسي. الساعة هذه القوم هادو حنا ما تلاقيناش معاهم. فوالا. دونك سي سا لو سوفت باور، سي كو الناس اللي عندها نية الإصلاح ونية العمل تبدا تخدم بصح بطريقة سوفت. لأنه اللي عنده حقيقة الروح الوطنية ما يهموش اسك هو اللي رايح يوصل ولا بنو ولا حفيظو، ليسونسيال نبداو. لو شومان كومونس لا. سي ماتنون كون كومونس. إي أونكور يا جماعة. باسكو الوضعية في العالم قادرة ما تسمح لناش خلاص بالتطور، لأنه لما تشوفوا سكي سباس ان بتي بو اوتور دو نو دون الموند، هذايا راكم تشوفوا فيها أسئلة تطرح، واش قاعد يصرى بين لوكران، لا روسي، لوطون، ليران، الحوثيين، اليمن، السعودية، لا صومالي، ليتيوبي، ليريتيري، كيس كي سباس، نيجر، بوركينا فاسو، المالي. لو موند ايت اون ايبوليسيون. هذا وين كيما نقولوا حنا بداو تداعيات الحرب العالميه الثانيه ينقص الاثر نتاعهم، بدات تتمخض حاجه اخرى. Une nouvelle reconstruction du monde.
حنا اوني اكسكلو منها. ما جابنا مدح في قصيده قادرين نلعبوا الدور نتاع اللي يذبح ولا الدور نتاع لا بتيت مان اللي تذبح ولا لي دو ا لا فوا. علاش؟ باسكو عندنا قياده خاينه، باسكو مازلنا مستعمرين، اوني توجور كولونيزي.